والغاية من هذا الدرس أن طالب علم التوحيد خصوصا يميز بين بعض العلوم والعلاقات التي بينها ووظائف للنفس، وظائف للعقل، علم العقل، علم النفس، علم السلوك، علاقة النظر أو مبحث النظر أو فعل النظر بالعقل، الدليل، المعرفة، وما يتبع ذلك من مسائل، ما هي العلاقات التي بينها، وما هي الأمور الفارقة بينهم، وما هي وظائف هذه الآلات، وما هي العلوم التي لها، وكيفية إعمال هذه الآلات، والعلاقة التي بينها وبين النظر، بينها وبين الدليل، بينها وبين المعرفة، بينها وبين المنطق، علم السلوك، علم النفس. وإن شاء الله ستتضح